طقم جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا مشروع. اليوم راح نفتح لنا مصنع. مصنع شنو؟ الحين راح نشوف مع بعض. انا ما ادري حتى المصنع هذا حق شنو، بس راح افتح مشروع. المهم نبتدي مع بعض يا جماعة في اللعبة. فالفكرة ما فيها ان احنا الحين اول شيء راح يكون عندنا كوفي، اوكي؟ هذا اول مشروع موجود عندنا. فالمفروض ان انا لازم اضغط اوكي. فنسوي الحين هذا، لو تلاحظون الجهاز، هذا الجهاز ببساطة يبتدي انه يسوي لنا العلب. بعدها اتوقع اني احط، اني اقدر اسرع الموضوع اذا ضغطت بالطريقة. فتلاحظون حاليا في علبتين تقريبا في نفس الوقت. نضيف الحين عندي تقريبا فوق الحين 25، اذا جمعت الحين 30 اني 25. خلينا نسوي هذه، اوكي سويت هذه. اوه صار سريع، صار سريع 1000. زين فلوسنا الحين من وين ناخذ؟ من وين ناخذ الفلوس حقتنا؟ هي فلوس حقتنا، لازم ننتظرها، لازم ننتظر الفلوس حقتنا. اتوقع اوه اقدر احرك المص. او ماي جاد، على بالي ثابتين احنا بهالطريقه. قاعدين نحرك ونشوف ايش قاعد يصير. الحين قاعد يصير، شوف الكراتين، كراتين قاعده تجهني. كراتين اذا وصلت لذاك المكان ببساطه احنا بالطريقه هذه نقدر نقول ان احنا جمعنا فلوس. اوكي سوي هذه، سوي هذه، سوي احنا ثنتين. لو تلاحظون الحين صار موضوع ان احنا نسوي الكوفي اسرع بكثير 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 من السابق. تمام، نحاول نزيدها بعد حبة. أبى أزيدهم بحيث إن إحنا نعبي العلب كامل اللي موجودة في هذا المكان. فالحين نوصل بس 90 ونعبي العلب كامل. فالحين عبينا العلب كامل حاليا ماكس بشكل كامل. الحين لو جمعت مثلا 100 دولار، الحين طبعا سوينا العلب، الحين حابين إن إحنا نسوي الحليب، فلازم أجمع 100 دولار. فالحين سوينا 100 دولار، الحين هذا راح يعبي حليب، لكن حليب بطيء 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 جدا. فأنا لازم أحاول الحين بالفلوس حقتي أبتدي إن أنا أركب أجهزة أكثر بحيث إن الحليب حقنا يزيد أكثر وأكثر 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 ويصير أحسن. شوفوا الحين سرعنا عملية تعبية الحليب. الحين نبي نزيد الموضوع أكثر. أوكي مشروع راح يكون جدا جدا بطل كبداية، يعني مشروعنا راح يكون إن شاء الله ممتع الحين كبداية. نسوي اللي بعده، قاعدين نزيد الأجهزة. أبي الأجهزة الحين بس نكملهم كامل بحيث إنه يكون عندنا أجهزة حليب في كل الست علب اللي موجودة. الحين نسوي اللي بعدها، باقي عندنا بعد وحده وتالي نجمع 300 ونسرع العمليه اسرع واسرع. اذا سرعنا العمليه بنحصل ترى فلوس سريعه كثيره بشكل كبير جدا. في عندنا هنا ابجريد ترى، بس خلينا ننتظر شوي على موضوع الابجريد. تدري خلينا نسرع هذه، اتوقع من مصلحتي ان اسرع هذيك افضل. الحين شوفوا كيف صار، الحين راح يجينا طبعا مبلغ جدا كبير، بس خلي الحليب يوصل المكان المناسب. هني في سيارات، سياره الجتة والشاحنه الجتة خلصت. زين فالحين خلونا اوكي نسوي هذه. الحين ماكس خلاص، الحين كلهم راح يكون فيهم حليب بشكل ممتاز. هني في عندنا اتوقع نقدر ان احنا نجيب موظفين وشباب. بس وين اشياء غاليه؟ ارخص واحده ب 400. اوكي خلينا نجمع 400 ونضبط امورنا في اول واحده. اوه اوكي دقيقه، وش سوت لنا هاي؟ اتوقع المفروض ضبطتنا شوي، بس ما عليه. خلينا نحاول الحين نجمع فلوس. نحتاج ان احنا نجيب يا جماعه 1000. لو مثلا اشتريت الثانيه هني راح العمال راح يشتغلون بشكل اسرع، يعني هذا اللي راح يصير ببساطه الحين في الوقت الحالي. نقدر نحن ناخذ هذيله نضبط فيهم امورنا يا جماعه. اوكي فالحين كاول شيء راح اسويه راح اروح للمهمه اللي بعدها. وصلنا 1000، وصلنا 1000، نجيب الحين الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده راح يحط الكوفي نفسه، تمام؟ فاذا اول واحده راح تكون ب 100 150، اشياء رخيصه في البدايه. بعدها 300، شوفوا اشياء بسيطه رخيصه جدا ما راح تكلفنا بشكل كبير، بس الحين الفلوس حقتنا راح تزيد بشكل 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 رهيب وممتاز جدا. نقدر ان احنا نتوقع ناخذ المهام هاي، ما نقدر ناخذهم الحين للاسف الشديد. لازم اوصل 500، لو احصل 1000 اسرع هذه. تسريع اتوقع راح يكون افضل نوعا ما، فبنتظر شوي على ما اسرعها عشان يكون احسن لنا ومن نحصل مبالغ اكثر. يعني بدل ما نعبي واحده وثنتين ما نعبيهم، لا نصير نعبي اسرع واسرع واسرع واسرع، تمام؟ فاذا الحين يلا نسوي هذا. الحين شوفوا كيف صار اسرع. فالحين صرنا نعبي تقريبا ثنتين ورا بعض واحنا نطوفها، ثنتين ورا بعض واحنا نطوفها. فالحين بعب في نفس الوقت اللي بسويه. اعتقد الافضل اني انتظر بعد 1000 اللي بعدها. فالحين العمل ماشي بشكل جدا ممتاز. طبعا اللعبه عباره عن مصانع، فاحنا هذا اول مصنع موجود عندنا يا جماعه. فانزين الحين المفروض ان خليت الوقت شوي يمشي، فالحين المفروض حصلنا طبعا فلوس ازيد من قبل. فاللي راح يصير الحين اول شيء اسويه اضيف هذه اضيف هذه اضيف هذه. اوكي خلاص الحين الكوفي عندنا صاروخ، نشتري هذه. نقدر الحين نضيف طبعا نضبط مشروعنا اكثر واكثر. الحين نقدر نحط شوكليت في نفس اللي قاعد نسويه. اوكي الحين راح يكون عندنا شوكليت، يا سلام. اوكي تمام حلو. خلينا نشوف الحين كم الفلوس حقتنا. اتوقع الفلوس حقتنا الحين قاعد تزيد بشكل سريع. للاسف لو يصير هاي ناخذه راح يكون شيء جدا ممتاز. خلينا نطور من هذه حبه واحده.
بحاول أجمع حين 2000 بسرع لنا الشغل حبة بسيطة. إذا أخذت 2000 بسرع لنا الشغل. فخلنا ننتظر شوي. أوكي دقيقة بس انتظر. تمام تمام تمام. أوكي حط هذه الحين. أعتقد يا جماعة وضعنا مو طبيعي. لو أجمع حين 3200 بقدر أضيف حين قطعة زيادة من هذه علشان نقدر إن إحنا نحط شوكولت فيهم تقريبا كامل. فبنتظر الحين بس شوي ثواني دقيقة خل هذا يمشي الوقت يمشي زين. هني الكراتين طبعا قاعد تروح وقاعد تتحمل السيارة حقتنا. ف أنا أشوف الحين كم وصلنا. باقي شوي أتوقع نوصل لثلاثة آلاف وشوي. ثلاثة آلاف وشوي معناته خلاص إحنا وصلنا للرقم اللي إحنا حاطينه في بالنا. باقي شوي. أوكي 3200 إنزين. أعتقد هذا حطيناه. باقي بعد واحدة وفعليا نخلص من هذا الموضوع. أوكي بس طبعا الحين الأشياء صارت حد حد حدها غالي. أنت محتاج في الوقت هذا انك تنتظر بشكل جدا كبير. اتوقع ان احنا عندنا موظفين المفروض وين دقيقه اضغط على هذه هني. اوه فتحناه. اوكي هي افكار هذه. هني عندنا الموظفين والحركات والاشياء هذه. فاتوقع بعد ممكن يزيدون لنا اسعار الاشياء حقتنا. يعني الاشياء راح تزيد فلوسها اكثر واكثر. هنحاول الحين نجمع 5000 عشان نسوي اللي بعده. دقيقه بس هنوصل الخمسة آلاف. أوكي باقي بعد دقيقة هنشوف مع بعض وش اللي راح يصير. زين انتظر دقايق. الحين أتوقع باقي شوي. يلا 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 وصلنا 4500 4700 زين. يلا الحين أتوقع بسم الله ونضيف هذه اخيرا. الحين الشوكولت راح ينحط في كل الكوفي اللي قاعدين نسوي الوقت الحالي. اتوقع ان احنا خلاص يعني الاشياء الباقية جدا 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 صعب ان احنا نسويها. نحتاج وقت جدا كثير. فلازم نخلي اللعبة شغالة تقريبا يمكن فترة طويلة عشان نقدر نوصل للاشياء اللي بعدها. فاتوقع احنا راح نوقف هنا. اعطوا رايكم في اللعبة اذا تحبون هذا النوع من الالعاب. وترى هاي اول مشروع في المصنع حقنا. يعني مشاريع ثانية نقدر نسويهم. زر لايك واشتراك ونشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من اللعبة والالعاب ثانية. مع السلامة. اللايك امره مهم طقه ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة. قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حين.